رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان، أقامت جمعية مدينة عيسى التعاونية احتفالها السنوي الذي تقيمه تكريما للعاملين في مجال العمل التطوعي من أعضاء الجمعية ومنتسبيها، تقديرا لهم على الجهود التي قاموا بها في هذا المجال. طاقات مجتمعية متميزة لها منا كل الحب والتقدير لما قدمته من أعمال تطوعية متميزة تركت بصمتها في منطقة مدينة عيسى والمناطق المحيطة بها لتحصد ثمار عملها اليوم، وتكرم من قبل جمعية مدينة عيسى التعاونية تقديرا لتلك الجهود اللافتة. اليوم احنا موجودين في هذه الفعالية بشكل رئيسي لأن احنا نعتقد بأن التعاون الثلاثي بين أصحاب العمل والحكومة والقطاع الخاص شيء مهم، إلى جانب تنمية مؤسسات المجتمع المدني. هذه هو هدف الوزارة. الاحتفال اليوم لتكريم المرأة المهندسة بالإضافة إلى قدام الموظفين في الجمعية، بالتأكيد المرأة المهندسة يعني كانت ركن من أركان تنمية المجتمع في البحرين، وهذه المبادرة اللي اليوم ترعاها المجلس الأعلى للمرأة تصب بشكل مباشر في تنمية وإثراء دور المرأة وتعظم إنجازاتها. الاحتفالية السنوية للجمعية لم تغفل جهود المرأة في مجال العمل التطوعي، فاختارت 18 عضوة من أعضاء الجمعية وذلك بمناسبة يوم المرأة البحرينية المهندسة لما لهن من دور لافت في مسيرة عمل الجمعية. بشكر الجمعية على أنها تكرم النساء في هذا المجال، يعني عشان المرأة تحس بالتقدير وتقدر تنتج أكثر وتعطي المجتمع أكثر، فهاي فرصة جميلة أن المجتمع يقدرها وتنتج أكثر إن شاء الله في المستقبل. والمرأة البحرينية دائما تحاول وتثابر عشان توصل اللي تبي، وهاي إحنا اللي نتمنى له حق جميع المجتمع، يعني بنات المجتمع. تخصيص يوم للعاملين في مجال خدمة المجتمع يشجع الشباب وعموم الناس على الانخراط في هذا المجال لما له من تأثير إيجابي في المجتمع. في هذا الاحتفال مكملا للاحتفالات السابقة تقريبا 3 سنوات الماضية، فللعام الرابع على التوالي نقيم هذا الاحتفال تكريما واحتفالا بالمتطوعين الذين يبذلون الجهد ويبذلون المال ويبذلون الوقت خدمة إلى هذا البلد أولا وإلى الناس الموجودين في منطقة مدينة عيسى والقرى المجاورة، فيأتي تكريمهم نظير أعمالهم اعتزاز بدورهم من أجل أيضا حث الآخرين للدخول في هذا المجال التطوعي اللي يحتاج الكثير من التكاتف، يحتاج من الدعم حتى يكون عندنا متطوعين جدد على الساحة من خلال الناشئة من خلال كذا. فيوجد في الجمعية عندنا برنامج خاص بتكريم المتطوعين ودعم التطوع في المنطقة. العكس، عندنا الحمد لله على هذا التكريم شجعت شباب كثيرين، وإحنا ما نزلنا أكثر شيء قال اليوم نكرم أكثر شيء الشباب. عندنا شباب التمريض، عندنا شباب الأندية، يعني دائما إحنا كل ما شافوا هذا التكريم يزيد هم دخلوا في هذا المجال، فيعطي انطباع كثير للشباب عشان يصير عندهم حماس أكثر وأكثر في هذه الأشياء. خطوة رائدة اتخذتها جمعية مدينة عيسى التعاونية منذ 3 سنوات وأثبتت فعاليتها لدى جمهور المتطوعين، خصوصا وأن هذه اللفتة قد حفزتهم على بذل المزيد من الجهد خدمة لوطننا الحبيب. تقديرا لجهودهم في دعم المجتمع بمختلف الطرق، جمعية مدينة عيسى التعاونية تخصص لمحبي العمل التطوعي يوما لتكريمهم ليصبح تاريخا متميزا في مسيرة عطائهم المجتمعي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.